هل ممكن مثلا طبيب النساء اللي بتتابع عنده الام يكتشف مظاهر مبكره اثناء فتره الحمل لطفل اضطراب التوحد؟ يعني أكيد في لا. بعض الاعاقات او المشكلات الصحيه في الشهور المتاخره للحمل ممكن نلاقي طبيب او طبيبه النساء تقول للام خلي بالك الطفل عنده مشكله في الطفل القلب، عنده في مشكلة الكلى، تمام، في الإعاقة. إذا هل حاجة إحنا اضطراب لامسينها التوحد بإيدينا. بيكتشف؟ هل اضطراب التوحد له حاجات معينة أو مظاهر معينة ممكن نكتشفها أثناء فترة لا الحمل؟ خالص. مفيش. ليه؟ لأن هو إحنا مش شلل دماغي، مش إعاقة عقلية، مش طفل داون بنحس من خلاله إن أيوه في كروموسوم معين هو اللي تم التلقيح بيه أو الإخصاب بيه. لا مفيش الكلام ده، لا ما يتعرفش وهو لسه جنين. ولا في حاجات بتأثر على الأم يعني ممكن هي اللي تسبب ذلك خلال الفترة ممكن دي؟ من خلال التلوثات اللي بتحصل عن طريق الأم ونسبة الزئبق والكلام ده. يعني